هسه وطن وردنا وطن وجت الشباب تجيب الوطن. بس تمشكم شيخ شوخ عشاير لا قال ولا كرامته ولا هيبته، يعني هم مطلوب من عندنا احنا الشباب نحافظ على كرامه الاقال. هاي رساله كل شيخ ما شارك لا بكلمه ولا طلع ولا شيء، ولدك هنا بالتحرير تجي كفايه قدامهم، لان ولدك على حق، ولدك يردون كرامه، ولدك يردون وطن. احنا وقدوتنا ورساله لكل شيخ ما له موقف، بس على الاقل حجاية، على الاقل يجي هنا قدام ولده. بعد كم يوم راح تتعدى بالشارع وانت تمشي، شوف هذا لوقي، والله العظيم راح تنقال والله، هذا الشيخ لوقي ما طلع ويا الشباب، هذا ما شارك بشيء، والله واذكركم بها، والله راح تنهج. لا والله ويا الشعب ما نعوب الشعب، لا والله، وهي رساله كل شيوخنا. هو لولا هالشباب وعزمهم احنا ما نلبس عقب. لا بالله ما نلبس، ما ظل ترى هذا مكان اللي بوطنكم، لا تنفرغ يا عمي.